ادخل البلد روح من صلي. طيب ايش يخرج؟ الملك. الملك. طيب قولوا لي راس عيسى ايش يخرج؟ الملك. طيب من هي المينا اللي صدر الاسماء؟ مشكون. تحفظوهم زي اسماء انكم تفهموا؟ ايوه. طيب قول لي ليش بشرت الحمله الرومانيه؟ طيب قلنا بعد ما حكم نخرج خرجنا كملنا رحيل التاريخ ولا عدنا؟ كملنا. لا نشتي عباقي 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 من معقل. الحبشي كان يريد ايش عمل باليمن؟ ايش صنع بنا ايش؟ فين كانت الكنيسة؟ طيب بعد ما بنى الكنيسة اراد ان يحول بيننا فين؟ يحتاجوا بيع مدرسة يعني تكون مدرسة تمام، يشتو كراسي بدل ما يقصوا بالأرض، يشتو كرسي للمدرس ضروري، يشتو يعني لازم تكون المدرسة المدرسة تهيئ لنية للطالب على التدريس مش تحطمه تمام، ولازم يعني يكون بمدرسة عامة يعني ما يكونش يعني بالشوارع، دحين هم يلعبوا بالشوارع المفروض تكون داخل حوش المدرسي عشان ما يتجرؤوا يخرجوا في منهم يهربوا طلاب في منهم زي كذا. أيام البرد والله العظيم كانوا يبردوا لأنه الأطواق مفتحات الأبواب مفتحات، اشتي يعني كان مدرسة تكون معكم حيث يجي برد يجي ريح يكون رياح ياخذوا يعني أمان يعني ما يقصوش يدرسوا وهم فقعانين بالبرد.